قال المؤلف رحمه الله: وصحيح النحو من نحو عادة. قال: هذا مكان من الأمكان التي تقلب فيها الواو ياء، ولكن الراجحة التصحيح هو بقاء الواو كما هي دون أن تعل ياء. قال: وصحيح المفعول من نحو عاد فعل مفتوح العين ووي اللام، يا صوت منه اسم المفعول لك أن تعل واو مفعول، ولك أن تعل لام ياء فتكون عادا تقول معدو بالتصحيح ومعدي بالإعلال، ودعا تقول مدعو بالتصحيح ومدعي بالإعلال. قالوا: إذا صححت حملا على فعل فاعل، لأن فعل فاعل بالواو تقول عدوت ودعوت، وإذا أعللت حمل على فعلي المفعول لأنك تقول عدي ودعي، واضح؟ فهو علة اسم المفعول وعلة اللام في اسم المفعول حملا لها على فعل الفعل المبني المجهول. قال بعضهم، وقال بعضهم حملا على المصدر، وقال المصدر لا يحمل على المبني المعلوم ولا على المبني المجهول، والأحسن أن يكون حملا على باب أدل. قالوا: أدل، نرجع إلى أدل لفعل اسم صح عين نفعل دلو فعل، دلو فعل. الأصل أن يقال فيه أدلون كما يقال في فلس أفلس، لكن عندما قلنا أدلون لا يوجد في العربية اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة لا يقع هذا، فعللنا الضمة كسرة فقلبت الواو ياء، يعني لأن الواو إذا وقعت متأخرة بعد كسرة تعل ياء يعني التصريف. التصريف علم الرأي لكن لا بد من انتباه قليل. قالوا كذلك هنا، إذا قلت معدو الواو الأولى ساكنة زائدة تستحق الإضغام، فكأن الواو الأخيرة وقعت بعد ضمة، إذا تجاهل الواو الأولى صارت الواو الأخيرة واقعة بعد ضمة. نعم، إذا قلنا مدعو الواو الأولى ساكنة زائدة تستحق الإضغام، فكأنها لا شيء، فكأن الواو الأخيرة جاءت بعد ضمة، الفاصل بينهما تجاهلناه وهو الواو الزائدة واو مفعول، صارت الواو الأخيرة بعد ضمة مقدرة تليها تقديرا، واضح؟ فقلبنا الضمة كسرة فقلبت الواو الأخيرة ياء حمل على باب أدر وأجر. عندما قلبناها ياء، عندما قلبناها ياء قبلها واو ساكنة، اجتمعت واو والياء في الكلمة وسبقت إحداهما بالسكون فعلت الواو ياء ثم أضغمت الياء في الياء فصارت معدي، واضح؟ واضح؟ الحمد لله. قال: إذا كان مفتوح العين، قال إذا كان واو ياء اللام، فإن كان ياء ياء اللام ليس فيه إلا الإعلال، نحو بنى تقول مبني لأصل مبني، خضعت لقاعدة يسكن السابق من واو وياء واتصل ومن عروض عليا فيأن الواو اقلبن مظلما وشذ معطى غير ما قد رسم. وإذا كان مكسور العين، إذا كان واوي اللام مكسور العين فذلك قسمان: ما عينه ليست واوا والراجح فيه الإعلال كرضية مكسور العين لكن لامه واو وعينه ليست واوا فتقول في اسم مفعوله مرضي، وجاء في القرآن الكريم ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وسمع في التصحيح وقل يشهد مرضو. وإن كانت عينه واوا ليس فيه إلا الإعلال نحو قوية أصلها قوية الواو الأخيرة وعلتها لتأخرها بعد كسر نطقناها قلنا قوية، فاسم المفعول منها اسم المفعول منها مقو مقو كرهوا
توالي ثلاث واوات وضم، فقلبوا الأخيرة، قلبوا الأخيرة ياء حملا على الفعل، على الفعل المبني المجهول، على الفعل قوية. فعندما قلبت أخيرة ياء سبقتها واو ساكنة، وعلت الواو الأولى ياء وضمت الياء في الياء، فصارت مقوي، صارت مقوي ضمة وبعدها ياء ليست مناسبة، قلبوا الضمة كسر لتتمكن الياء، فقالوا مقوي. واضح؟ إذا نقول الثلاثي الواو واللام ثلاث فئات، ما يترجح فيه التصحيح، وهو الواو واللام المفتوح العين كعداء، الأكثر فيها أن تقول معدو ومدعو واستمع الإعلال. قال وقد علمت عرسي مليكة أنني، وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا عليه وعاديا، بالتصحيح معديا عليه وعاديا بالإعلال. وما كانت عينه مكسورة وهو قسمان، ما عينه ليست واو الراجح فيه الإعلال كمرضي، وما عينه واو الواجب فيه الإعلال كقوي. انتهى. أنا كل معنى قوله وصحح المفعول من نحو عاد وأعلي لم تتحر الأجود. رحم الله. كذا كذا وجهين جاء الفعول من، إذا جئت بالفعول وكانت لامه واو قبلها واو زائدة، فإن الأصل فيها أن تقلب الواو الأخيرة ياء، وقبلها واو ساكنة تبدل الواو الأولى ياء ثم تضغم الياء في الياء، فتقول في جمع عصا عصو لامها واو، ثم تقول عصي بقبل واو الأولى ياء وإضغام الياء في الياء، ثم تقلب الضمة كسرة لتصح الياء تقول عصي، ثم تتبع الفاء العين تقول عصي، فألقوا حبالهم وعصيهم، هذه خطوتها. وكذلك قفاء وقفي ودلو ودلي، صفا دلو، هذا في الجمع. والمفرد كذلك تقول علا علوا وسما سموا وعتا عتوا وعسى عسوا وسمع قسا قسيا وقسوا وسمع عسى عسيا وقسا قسيا، سمع هذا. ابن مالك رحمه الله تعالى قال كذا كذا وجين جاء الفعول من ذي الواو لام جمع او فرد، قالوا له يا ابن مالك ليس سواء، الاعلال كثير في الجمع، عندما استثقلوا الجمع خففوه بالاعلال، والتصحيح اكثر في المفرد. على علو وسما سمو وعتا عتوا وعتا عتوا كبيرا، وسمع في الاعلال عسى عسيا. واضح؟ وشذ قولهم في جمع اب وبو وبنو وأخو ونجو ونحو وبوهو، جموع شاذ، كان الأحسن فيها الإعلال في القياس فيها الإعلال، ولكن الناس سمعت تصحيح. ونجو جمع نجو وهو السحاب الذي هراق ماءه، ونحو جمع نحو وهو الجهة، النحو من أسمائه الجهة. سمع سيبوي عربا يقولون إنكم لتطيرون في نحو كثيرا. أنا قوله كذا كذا وجهين جاء الفعول من ذي الواو إلى ما جمع أو فردي، يعني اقرأ. وشاع نحو نيم من في نو ومن، شاع كثر نحو نيم مما عينه واو، أن يقال فيه نيم، تقول جمع نائم نوم أكثر، ونيم مسموع، وصوم وصيم، وجوع وجويا. شاع بالنسبة لنيام، بالنسبة لنيام، نيام أقل، أما بالنسبة لنوم فنوم أكثر. وها نيم كثيرة بالنسبة لنيام، لنيام قليلة، أما بالنسبة لنوم فليست شائعة، بل نوم أكثر منها. قال بعضهم ومعرص تغلي المراجل تحته، ومعرص تغلي المراجل تحته، عجل الطبيخته لقوم جياعي،
لقوم جيع معرص لحم يوضع في العرصة، لحم يوضع في العرصة تغلي المراجل تحته عجلت طبيخته لقوم جيع. قالوا هذا كيف وقع ذلك؟ قالوا الواو، الواو في الطرف حكما لأنها قريبة منه، فهو علة ياء لأن الأواخر محل التغيير، وسبقتها واو ساكنة فقلبت الواو الأولى ياء، ثم أضغمت الياء في الياء صارت جياء وصيق. هذا مشروط بأن لا تكون اللام معتلة، فإن كانت اللام معتلة صحت العين لأنهم لا يوالون بين إعلالين تقول شاو وشوا وغاو وغوا. أما إذا قلت فعال مر بك بأن فاعل تجمع على فعل وفعال، يقال نوم ونوام، إذا صارت نوام فالإعلال قليل لأن الواو بعدت عن الطرف قليلا صار يفصلها عنه الألف والميم. ومع ذلك سمعت ألا طلقتنا ابن، ألا طلقتنا مية ابنته منذر، فما أرق النيام إلا كلامها، فما أرق النيام ونحو نيام شذوذه نمي. بقي موضع واحد تقلب فيه الواو يا أول من يذكره ابن مالك، ولم يذكره ابن مالك وهو أن تقع الواو ساكنة مفردة بعد كسر مثل ميزان وميقات وميعاد، الأصل ميوزان ميقات موعاد، تقع مفردة هي أنت مفردة غير مدغمة، هي غير مدغمة مفردة غير مدغمة، فصحت في نحو موعد سكنت مفردة بعد فتحة، سكنت في نحو سواك وسوار وقعت بعد كسرة ولكنها ليست ساكنة، صحت في نحو جليوال علواض سكنت بعد كسرة لكنها غير مفردة. ألخص لكم مواضع قلب الواو ياء في العربية 10، ألخصها لكم وجزها لكم، تعل الواو ياء في 10 مواضع إذا وقعت متأخرة بعد كسرة كرضية والغازي والداعي، ويدخل في ذلك ما إذا كانت بعدها تاء كغازية وبعدها ألف فعلان كغازيان، غازيان من الغزو. هذا الثاني أن تقع عينا لمصدر وعلت في فعله وقبلها في المصدر كسرة وبعدها ألف كصيام وقيام واعتياد وانقياد. أن تقع عينا عينا لجمع وعلت في مفرده أو كانت شبيهة بالمعل وهي الميت بالسكون كقيمة وقيم ودار وديار، وكذلك مثل روض ورياض وسروض وسياض. وكذلك إذا وقعت رابعة بعد فتح كالمعطيان يرضيان وكأعطيت وادعيت. الخامسة أن تجتمع هي والياء في كلمة والسابق منهم أو ما هو كالكلمة، والسابق هنا ساكن متأصل ذاته وسكونا كمرضي ومبني. أن تقع عينا، أن تقع لاما لفعلى وصفا كالدنيا والعليا. أن تقع لاما لمفعول من كل ثلاثي مفتوح العين واوي اللام كمدعي. أن تقع لاما لفعول جمعا أو مفردا كدلو ودلي وعصا وعصي وقفا وقفي وعسى عسيا. أن تقع عينا لفعل، عينا لفعل نحو نيم وصيم وجيع. أن تقع
ساكنة مفردة بعد كسر. انتهى. قرأ الذي بعده. قصد بالنين فاتى في افتعال ابتداء وشذ في ذي الهمز نعوذ. اقرأها بهذا الشكل كما اقول لك. سبحان الله. ذو اللين فاتى في افتعال نبدلا وشذ في ذي الهمز نحوي تكلا نحوي تكلا نحوي يصل نحوي تكلا حركته الى الهمز توصل بالكسر. ذكرها ابن حمدون رحمه الله تعالى في شرح يعني المكودي. وشذ في ذي الهمز نحوي تكلا طات افتعال رد اثر مطبق في الدان والزد والذكر دالا بقي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقع حرف اللين وهو الواو أو الياء فاء في الافتعال وفروعه فإنه يعسر النطق بالتاء مع الواو. إذا قلت اتصل تقول إيه وتصل اتصل. الفاء حرف لين، الواو حرف لين وهي فاء الكلمة وبعدها التاء، بينهما تقارب في المخرج وتناهر في الصفة. حرف اللين الواو مجهور والتاء مهموس والمخرج متقارب، فأبدلوا من حرف اللين تاء وأدغموه في التاء، قالوا اتصل يتصل متصل متصل به اتصال. أصل تأوى إن وتصل أصل كلمة وصل وصل. أحببت أن تجعلها على شكل افتعل قلت إن وتصل ثم قلبت الواو وتاء وضربت تاء اتصل اتصل. خلس خلس تقول فيها اختلس خلس ثلاثي. حبيت افتعل قلت اختلس صار افتعل مثل هذا. ذو اللين فاتا في افتعال ابتلا. وكذلك لو كان الفاء ياء نحو اتسر من يسر تقول يسر يسر لاعب الميسر ثم تقول اتسر والاصل ايتسر. هناك تناقض بين الياء والتاء، الياء مجهورة والتاء مهموسة والمخرج ليس متباعدا لكنها قربها بالواو أوضح. تقول اتسر أو حمل للياء على الواو الله أعلم. تقول فيها اتسر يتسر اتسر متسر متسر اتسر أنا قوله للين فاتا في افتعال نبدلا. وبعض من العرب من الحجازيين يقرونها كما هي ينطقون بها معا يقولون يتصل يتصل ويقول يا تصل ويقول متصل ويقول اتصال. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته يستخدم هذه الكلمة يقول حديث متصل متصل يقول الواو كما هي لغة لبعض الحجازية. أنا أقول ذليني فاتا في افتعال نبدلا وشد في الهمز. إذا كان في الهمز إذا بنيت الافتعال من الهمز نحو أكل تقول اتكل شذوذا شاذا وصل تقول ايتكل ويصل ائتكل. همزة مكسورة فساكنة تبدل الثانية ياء إعمالا لقوله ومد نبدل ثانية الهمزين من كلمتين يسكن كآثر وأتمن ثم تدغم الياء في التاء تدغم تبدل الياء تاء ففيها درجة فيها عملان. العمل الأول أن تبدل الهمزة الساكنة ياء ثم تبدل الياء تاء. قال هذا شاذ لا يوالون بين إعلالين. وقالوا هذا ليس من باب توالي إعلالين. باب توالي إعلالين لو علت في نحو الهواء علت الواو والياء الأخرى هذا توالي إعلالين، لكن هذا ليس من توالي إعلالين، هذه درجة فقط من مراحل التصريف. فقالوا هذا شاذ. وسمع منه ألفاظ قليلة. سمع افتعل من الأهل قالوا التهل، ومن الأمانة قالوا التمنى. هذا قليل. أنا قليل. وشذ في ذي الهمز نحو تكلا
وبعضهم يقول نحو اتكل، لكن افضل هذه. نعم اقرأ. فتفتعال رد لازم نافي افتعال. قال اذا كانت فاء الافتعال حرف اطباق صاد او ضاد او طاء او ضاء في النطق بها مع التاء عسر، لان هذه الحرف مجهوره مستعليه والتاء مهموسه مستفيله، فأبدلوا من التاء حرفا من مخرجها ومن صفتها وهو الطاء، فقالوا في افتعل من صبر يصطبر، ومن ظلم يضطلم، ومن ضرب يضطلب، ومن طلب يضطلب. أنا أقول طات افتعال رد إثر مطبق، هذا شطر فقط في هذا كله. إذا كانت فاء الافتعال طاء وأبدلت التاء طاء، أبدلت التاء طاء، اجتمع مثلان أولهما ساكن الإدغام واجب، تقول الطلبة. وإذا كانت فاء الافتعال ضاء اجتمع متقاربان لك الإدغام بنوعيه بقلب الثاني الأول، فتقول الطلمة، وعكسه تقول الظلمة، ولك البيان تقول الظلمة وسمع، وهو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا، ويظلم أحيانا فيظلم. وإذا كانت فاء الافتعال صادا لك البيان تقول الصبر، ولك الإدغام بقلب الثاني الأول دون عكسه، لأن الصاد حرف صفير إذا أدغم لا يبقى ما يدل عليه، لك تقول الصبر ولا تقول الطبر. وإذا كانت فاء الافتعال ضادا ضادا لك البيان تقول يض طلبة، ولك الإدغام بقلب الثاني الأول تقول يضلبة ولا تقول يضطلبة، لأن الضاد حرف 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 مستعلق، حرف مستعلق. نعم مستعلق. نعم أو استطالة. إذا أدغم لا يبقى ما يدل عليه. انتهينا من فاء الافتعال. قال السيبوي وقد أبدل، وقد شبه بعض العرب ممن ترضى عربيته هذه الحروف في فعلت بهن في افتعل، لأن لام فعلت ساكنة، فشبهوها بفاء افتعل، فقالوا حصتوا في حصتوا، وقالوا فحصتوا في فحصتوا، وقالوا حفظته. قالوا فيها حفظته. قال وأعرب اللغتين في ذلك وأجودهما ألا تبدل التاء، لأنها ضمير وجيء بها لمعنى، اضبطوها، أبدلوا التاء بعد الافتعال، وأبدلوها بعد فعلت. إذا كانت لام فعلت حرف إطباق، حفظته، خبطته، فحصته، حصت عنه. صعب الإضغام. أقرأ بعده. قال طاتفتي عالي رد إثرهم. هذا كنا في شطر في الدانة والزد والذكر دالا بقي. إذا كانت فاء الافتعال دالا أو زايا أو دالا، فإن في النطق بها مع هذه الأحرف عسر، لأنها مستفلة ومهموسة، وهذه الأحرف مجهورة، فأبدلوها من جنسها، أبدلوها دالا، فقالوا في افتعل من زانا ازدانا، وفي افتعل من ذكر ادكر، وفي افتعل من دانا. إذا كانت فاء الافتعال دالا وأبدل التاء الافتعال دالا اجتمع مثلان وأول ما ساكن يجب الإضغام كالدانا، وإذا كانت فاء الافتعال زايا اجتمع متقاربان لك الإدغام تقول الزانة، ولا يجوز الدانا، لأن الزاي حرف صفير وإذا أدغم لا يبقى ما يدل عليه، تقول الزانة ولا تقول الدانا. وإذا كانت فاء الافتعال دالا لك الإظهار تقول مذكر،
ولك لك الإظهار تقول المذكر، ولك الإدغام بين نوعين تقول الذكر والذكر والأكثر الذكر، وقول أشد والذكر بعد أمه. ومن البيان قوله تنحي على الشوكي جرازا مقضبا، والهرم تذريه الدراء عجبا، والهرم تذريه الدراء عجبا. عالج فاء الافتعال مع سبعة حروف، حروف الإطلاق أربعة وهي ثلاثة، والظاهر من حصره أنها تقر كما هي مع بقية الأحرف. سمع من كلامهم إضغامها إذا كانت فاء الافتعال ثاء، كانت تبنية من افتعل، افتعل من ثرد، لكن تقول إذ ثرد بالبيان، ولك الإضغام بطرفه تقول الثرد أبنت التاء ثاء، ولك عكس تقول الثرد. وسمع قلبها دالا إذا كانت فاء الافتعال جيما، قالوا في افتعل من جمع اجتمعوا اجتمعوا. وسمع بعضهم يقول فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجدز شيحا، اجدز اجدز اجدز. قال ابن بونا رحمه الله صاحب الاحمرار قال وفاء الافتعال بعد التاضغل، وفاء الافتعال بعد الثاجعل مدغما فيه وعكسه قبل، وقلبها دالا أتى سماعا عن بعضهم كاجتمع اجتماعا. انتهى الشطر الثاني. اقرأ نعم اقرأ فأمر أو مضارع منك وعد يحلف في كائدة ذكرت صارت فأمر أو مضارع منك وعد يحذف في كعيدة ذاك الطرد، وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف ظلت وظلت في ظللت استعمل، وقرن في قرن وقرن نقل. هذا يسمى الإعلال بالنقل، وهو ثلاثة أقسام، وهو ثلاثة أقسام. يسمى الإعلال بالحذف، بارك الله فيكم أصلحوا لي إذا أخطأت. يسمى الإعلال بالحذف وهذا ثلاثة أقسام: حذف فاء الكلمة، وحذف لام الكلمة، وحذف حرف زائد في الكلمة. قال رحمه الله فأمرين ومضارع منك وعد فعل، الواو والفاء المفتوح العين إذا جئت بالمضارع منه، المضارع منه وكانت عينه مكسورة فإنك سوف تقول في وعد يوعد، انتقلت من ياء مفتوح إلى واو، ومن واو إلى كسرة. وفي النقلتين جمع بين شيئين يشبه الجمع بينهما، الجمع بين المتضادين، انتقلت من ياء إلى واو وفي ذلك ثقل، انتقلت من واو إلى كسرة وفي ذلك ثقل. وجدوا أن الثقل كله تعلق بالواو فحذفوها، وحمل ما لا ثقل فيه على ما فيه ثقل. العلة منتفية في أعد وتعد ونعد، لكن حملوها عليه، وحملوا الأمر على مضارعه قالوا عد، وحملوا المصدر على الفعل لأنه خلفه دائما فقالوا عد، والأصل وعد وعد. حذفوا الواو فاء الكلمة حملا للمصدر على المضارع، ونقلوا حركته إلى عيني وعوضوا عنها تاء قالوا عيد. قوله وعد هذا مفتوح العين في مفهومه تفصيل، مضموم العين لا يغير، تقول وضوء يوضوء، وسم يوسم، مكسور العين مكسور العين إذا كانت عين مضارعه مفتوحة في الغالب تثبت الواو، تقول وجل يوجل، وجع يوجع وقد لا تثبت، نحو وسع يسع، وسع يسع. وإذا كان وإذا كانت عين مضارعه مكسورة فإن وهو تحذف، مثل ورث يرث، ومق يمق. نعم
وثقة يثق. قال فهم من قوله فاء أمر نوم ضارع منك وعد أن الإعلال هذا بالحذف يشترط فيه ثلاث شروط: أن يكون ما قبل الواو مفتوحا، فإن كان مضموما لا تحذفه. نحو يوعد مضارع أوعد لا حذف، ونحو يوعد مضارع وعد بني المجهول، وشذ من ذلك يذر ويذع قبلها ضمة وما ذلك حذفت. كذلك يشترط أن يكون ما بعد الواو مكسورا، فإن كان مفتوحا لا حذف، نحو وجل يوجل. أما قولهم وضع يضع، وقع يقع، وهب يهب، قالوا أصله فعل، كان قياسا تكسر عينه، ولكن جاء حرف الحلق فاستعلى بها. وضع لامه حرف حلق، وهب عينه حرف حلق، وقع لامه حرف حلق، وقع وضع وهب وضع. هو كان في الأصل يقول فيها يفعل، لأن فعل أكثر يفعل أو يفعل، لكن حرف الحلق يستعلي بها العلاء. هذا النوع الثالث. الشرط الثالث أن تكون في فعل، لأن الأسماء أحق بثبات المبنى. الإعلال كثير للإعلال، لو كانت في اسم لا إعلال، كانت تبنية من وعد على مثال يقطين، تقول يوعيد، صح؟ أن تكون في فما قوله وحذفها وفاء أمرنا ومضارع منك وعد حذف فيك عيدة لك الطرد. وقد تحذف قليلا. قال أبو أمية الفضل ابن العباس ابن عثبة ابن أبي لهب كان شاعرا إسلاميا، وقال أبو أمية قال إن الخليط أجد البين فإن جردوا وأخلفوك عيد الأمر الذي وعدوا وأخلفوك عيد الأمر عيدة الأمر. الله ما قوله فأمرنا ومضارع منك وعد احذف وفيك عيدة ذاك الطرد. قالوا فينا من قوله عيدة أنه يشترط ذلك شرطان: أن يكون مصدرا، نحو وعد عيدة، وزن زينة، وصف صفة، وأن يكون المصدر على وزن، وشذ من ذلك شذ حشة الجهة الموحشة، ورقة ولدة معناها الترب، الناس الترب اللدات الترب شذ، وأن لا يكون على وزن على يكون من اسم الهيئة، نحو وتره وتر، ووقف وقف. هذا كله لا يعلل فيه. وضح؟ انتهى البيت الأول. قالوا ربما أعلوا أفعالا أخرى. قالوا سعة في الأمر سعة، وقالوا ضعة وضع لاسمها الباب وسعة اسمها الباب. ربما أعلوا قالوا ضعة وسعة ذو سعة ينفق ذو سعة من سعته سعة. قال ربما أعلوا نعم. قال قوله ظاهر ذلك أنه في الواو وحده. قالوا كذلك في الواو قد يقع في الياء مثل يسر لعب المسر، قالوا يسر، وقالوا يئس قالوا يئس، وبئس ويئس قالوا فيها يئس، ويسر يسر عملوها كالمعامله السابقه في الفعل بالذات نعم بعده. هذا النوع الثاني من باب الاعلال بالحذف بارك الله فيكم، وهو حذف حرف زائد الكلمه. قالوا تحذف همزة الإفعال من المضارع ومن اسم الفاعل ونسمع هذا مع قوله وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيته متصل. قالوا أكرم، لو قالوا يؤكرم، لو قالوا أؤكرم في فعل المتكلم أؤكرم اجتمع همزتان، وفي ذلك ثقل واضح. حذفوا الهمزة الثانية فقالوا أكرم، وحملوا المفتتح بالتاء والنون والياء على ما المفتتح بالهمزة، والعلة فيه منتفية لكنه باب الحمل. قالوا أكرم ونكرم ويكرم وتكرم، واضح؟ وكذا تقول مكرم ومكرم، لو قلت مؤكرم فيها ثقل واضح. المهم حملوا الجميع على فعل المتكلم. وسمع فإنه أهل لأن يؤكرم، فإنه أهل لأن يؤكرم. قال وصاليات ككما يؤذفين، أثافي القدر ثلاثة،
وصاليات ككما يؤذن أثبت همزة الإفعال. وسمع كساء، كساء مؤرنب أي فيه شعر الأرنب. وسمع أرض مؤرنبة كثيرة الأرانب. واضح؟ فإن أبدل من الهمزة غيرها لا يحذف. كان تقول هراق بدل أراق، تقول زيد يهريق وأنا أهريق، العلة منتفية. وتقول ماء مهراق وشخص مهريق، وتقول عنهل الإبل، تقول يعنهلها وإبل معنهلة وراع معنهل. انتهى. قرأ لي بعد. الماضي المكسور العين الذي عينه ولامه من نوع واحد، إذا أسند الضمير رفع المتحرك لك فيه الإتمام، ولك فيه حذف اللام مع نقل حركة العين إلى الفاء، ولك حذف اللام دون نقل حركة عين الفاء. فتقول في ظل، أصلها ظلل، تقول ظللت وظللت وظللنا وظللنا، ولك أن تقول ولت ولت، حذفت اللام ونقلت حركة عين الفاء، ولك أن لا تحذف، أن لا تنقل فتقول ولت. وفي القرآن الكريم فظلتم تفكرون. إذا كان مفتوح العين لا 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 حذف فيه، تقول حل، تقول حللت. وشذ من ذلك قولهم مس في 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 مسه، في مس سمع مست، مس حس، حس به، حس مس، مسه لا يمسه، مسه مس مكسوره، مس تقول يمس مضارع يمس، شذت بعض الافعال فيها. كذلك شذ قولهم، تقول احسست، قالوا فيها احست، احست. وصل تقول اقررت، اقررت لانها رباعيه لا حذف فيها لمسائل الاتمام. من قوله ظلت وظلت في ظللت استعملا. وقرنا قال المضارع المكسور العين الذي عينه ولامه من جنس واحد اذا امرت منه، أمرت منه أو أسندته للإناث لك في أن تقول في قر، قر بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع، قر يقر. لك أن تقول يا نساء قررنا وتقررنا، قرنا وقررنا تستعمل فيه لغتان وهما الإتمام قررنا و نعم لا لا انتظر فقط. تقول قررنا يا نساء قررنا، قرنا قليلا وشاهد بقوله وقرنا نقلا، الأكثر قلنا لأنها فتحة لا تستثقل، المستثقل اجتماع المثنية والكسرة. هي قر يقر. إذا أمرت النساء تقول يا نساء قررنا، لك الإتمام قررنا، ولك حذف اللام، حذف اللام مع نقل حركة العين إلى الفاء، فأصلها يقررنا. تقول وقررنا، تقول يقررنا بالإتمام، ولك أن تقول قرنا، نقلت حركة العين إلى الفاء فتحركت الفاء واستغنيت عن همزة الوصل، تقول قرنا. وأكثر القراء يقرؤون قرنا في بيوتكن. ثم قال رحمه الله وقرنا، وهي قراءة نافع وعاصم، على أن الفعل قر يقر بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع. فتقول فيها يا نساء قررنا، وتقول يا نساء قرنا، قررنا بالإتمام وقرنا بحذف اللام ونقل حركة العين إلى الفاء. قالوا نقل لأنه لا ضرورة له، لأن الفتح لا يوصف بثقل، قرنا للثقل، استثقلوا الاجتماع مثلين مع كسرة، يقررنا حذفوا الراء الأخيرة ونقلوا حركة العين إلى الفاء وهو القاف، قالوا قرنا. أما قرنا فمن باب حذف في فعل مفتوح الفاء، لا ضرورة لذلك عندهم، وهو القرآن الكريم أنا أقول فيه إلا سمعنا وطعنا. أنا أقول وقرنا في قرنا وقرنا نقل قرأ.